إن النفس لأمارة بالسوء، فهذا عند الوقف رجعنا الهمزة، لأمارة بالسوء. إن النفس، أعيد إخوة، إن النفس لأمارة بالسوء بالسوء بالسوء. باش تواصل، إن النفس لأمارة بالسوء. بالسوء باش تقف بالسوء. انا تو مش نواصل، مش وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور. ائتوني، وقال الملك ائتوني عند الابتداء، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إن وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال يوم امين امين. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. ما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيل أمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيل أمين. وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني، وقال الملك أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا أمين. ما أبرئ نفسي النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال غليظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن
نفسي إن النفس لما لكم بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. فلما إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا أجر خير نخف عليها الرام ورقق نواصل مفخمة. والآخرة خير مرققة نواصل خير مفخمة. ولا أجر خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا أجر خير للذين آمنوا وكانوا وجاء إي الهمزة الأولى مفتوحة وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وهم له منكرون. وجاء ولما جهزهم بجهازهم مش بجهازهم برشا الناس يقولوا بيجي لا جاء مفتوح ردوا بالك برشا يقولوا بجهازهم ردوا بالك. وجهزهم بجهازهم قال ما نخفوش عليها لكن للتعليم ائتوني بأخ لكم قال ائتوني هذا في الامتحان يجيك اختبار. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم
منزلي منزلي المنزلي. أنا في الآية آل عمران وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، هاك عندي المنزلي، هذه المنزلي. ألا ترون أني أوفي، هذا اختبار وقت الامتحان أقول لك الشيخ كيفاش تاخذ؟ قل له ما نعرفش، هذاك علاش في الإملاء نقول لك، هذاك علاش يجب من شيخ يوريك شخوصه وإلا نصف العلم عندك ضائع، كيفاش تعرف القواعد هذوما؟ الشيخ يقول له إذا جبت حفظ القرآن وحدك حتى حد. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ولا تقربون، ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، قالوا لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، فإن تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا فتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى لهم. وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا لعلهم يرجعون. وقال لفت، شد همس، لفتيتي هج، تكبش تبدأ بها اجعلوا. وقال لفتيتي جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظ. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا لحافظون وإنا له لحافظون. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل
أرسل معنا أخانا، أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا، فالله خير حفظا، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. قال عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حفظا، فالله خير، فالله خير حفظا، فالله حفظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. لا أمنكم عليه إلا أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ذلك كيل أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، حتى تؤتوني، حتى تؤتوني، نون ما تمدش، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني، لتأتنني، لتأتنني به إلا أن يحاط، أن يحاط. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به أن يحاط بكم. فلما أتقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وما أبرئ نفسي نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم أمين.
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. تمكنا ليوسف من الأرض يتبوأ من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا من الله لتأتنني به أحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم.